يلا خي معاذ، معاذ ابو علي، يلا حبيبنا، يلا غيروا ما شاء الله، حصل على مرتبه اولى. الفحل من ماتي يورو ابن فواز الام بنت جميل. وهو اليتيمة من الفحل الفانتوم الام المخلدية الملك حمودي غرفات المدربين علاء ويحيى اليتيمة. من فحل فانتوم ونيل ويورو من فواز، فواز منحدر من سلالة فايزة بنت المرام والأم دبليو عليا، عليا بنت الفحل أم اتش ويستون والأم طالما لفت نظر المشاهدين بجمال مخدمه جمال الحصان ابو جمال، جمال مع ابو جمال، جمال الاذنين والناصيه حصان يورو ما شاء الله، مزيج ما بين الدم الروسي كيموسابي وكيموسيلي ابو سكات والمرام والامبريال ميدل والديفيجن والديسبرادو. استطلعت الاحمر وجمال اليتيم مع علاء غرفات نذكر ان الشوط على مسافه 1400 متر. وهو ما شاء الله اليتيم من الفانتوم اونيل من الامبريال ايميدل ابن انساتا امبريال وداليا بطل العالم بالجمال والامية الصخرة بنت امان، الصخرة بنت الفحل مرهف ابن الاخطل والامية امل البادية بنت امير البادية المنحدر من سلالة الشيخ البادية. خيول الجمال والسباقات تنحدر من شيخ البادية أروع وأبرز الخيول في عالم السلالات وعالم الإنجازات. والأخجمال يؤكد معنا أيضا زئبق ابن فحل كرافة المنحدر من سلالة شيخ القرآن كرافة. صوت ال 1400 متر ابو عدنان كم عواودي على مسافه ال 1400 متر. يلا اخي خالد السعدي، يلا حبيبنا عند ابو عدنان الانطلاق ما شاء الله يورو بسم الله ما شاء الله تبارك الله بعمليه الاحماء. يلا خي خالد رغم ما شاء الله يورو يملك اذنين هم اذان الملك المنحدر ايضا هاتفان انزاهي ما شاء الله. Thank you.
مع خالد السعدي بالمراحل الأولى، مراحل أولية ووتيرة عالية بعض الشيء، ولكن على مسافة 1400 متر الخيول لا تزال بالمراحل الأولى. ما شاء الله الخيول الآن تحاول أن تتمركز على غرفات. يتقدم مع اليتيم الآن علاء، يحاول انتزاع الصدارة، ينتزع الصدارة على غرفات على صهوة اليتيم. فهو الآن على يتسيد المجموعة مع اليتيم معرب، وعلي يحاول أيضا، خالد السعدي يحاول انتزاع الصدارة، الخيول بمشط واحد ما شاء الله. خالد السعدي يتقدم الآن على صهوة يورو، الخيول قبالة المنعطف ما قبل الأخير. خالد السعدي لا يزال يتسيد المجموعة على صهوة يورو، معرب وعلي يتقدم الآن مع زئبق. علاء يحافظ على وتيرة ويترقب من الخلف على غرفات على صهوة اليتيم. الخيول قبالة المنعطف الأول بكومة واحدة، الخيول قبالة المنعطف ما قبل الأخير. خالد السعدي ينعطف الآن على صدارة الخيول على غرفات، يتقدم بعض الشيء علاء على صهوة اليتيم. قبالة المنعطف الثاني، علاء يطلب من اليتيم التقدم، يورو بالمقدمة. لاحظوا هذا الصراع ما بين المنعطفين، ما بين يورو واليتيم، يورو واليتيم على غرفات، وخالد السعدي على غرفات يحاول انتزاع الصدارة، ولكن يورو يأبى إلا أن يحافظ على صدارة. الخيول بصراع وبمشتراع على هذا الثنائي ما شاء الله ما بين اليتيم ويورو. لاحظوا هذا المنازعة الشرسة ما بين علاء غرفات وخالد السعدي، اليتيم ويورو. علاء يحاول، علاء ينجح باختلاس الصدارة، علاء يتقدم الآن على صهوة اليتيم، علاء يتقدم على صهوة اليتيم ويدفع به حتى خط النهاية. اليتيم بالمرتبة الأولى، يورو بالمرتبة الثانية. ما شاء الله علاء، شوط موفق للخيال على غرفات جدا، ينتزع الصدارة بالمراحل الحاسمة والمراحل الأخيرة. يلا حبيبنا الشوط اللي بعده، دامس زين البستان، سيرام كلاسيك، بهاء الأشقر، تاج الرشيد، وغزل ابن ثلاث. يلا حبيبنا على الميدان، أبو حسين تعيش على غرفات على هذه القيادة. يوم موفق للإسطبل الأزرق ما شاء الله. أبو حسين على غرفات، إحصان الظهر، إحصان علاء ما شاء الله على هذا النزاع حتى الخط الأخير، ولكن علاء وعلاء والمرتبة الأولى لعلاء غرفات على صهوة اليتيم. هذا اليتيم ليس بيتيم، فكل غرفات أهله ما شاء الله على هذه المجموعة. ولتحية اليتيم بالمرتبة الأولى، ألف مبروك علاء، مبروك حبيبنا، مبروك أدهم، مبروك علي، مبروك حبيبنا الغرفات، مبروك علاء. مشكور الأخ رأفة الططور أبو محمد، تسليم الكاس. الحصان المميز بحضوره الجميل يورو بالمرتبة الثانية، والتحية ليورو، ألف مبروك يورو مع الخيال خالد السعدي ما شاء الله، ألف مبروك. المرتبة الثانية مشكورة أبو محمد رافع التطور، تسليم الكؤوس. أحد حكام الرسميين لمضمار كفر مندى ميدان الأحلام، ألف مبروك، مبروك حبيبنا قلصة قلنسوة، مبروك لزئبق ابن الخرافة، يعطيك العافية معاذ أبو علي.